من وقت ما بدأت العلاقات تتوتر وحصل الانقلاب في غزة وبقى في عندي فتح حماس نوعيا يفوت يعني نفهمه، لكن فتح فيها تيارات معارضة من زمان، لكن فتح ده كان بالنسبة لنا حالة صادمة. لماذا يوجد فتح؟ يعني انا مع انه طول عمر فتح كان في تيارات داخلها. يعني انا في مذكراتي بتكلم على مرحله بيروت، وصنفت حتى يعني مجموعات اليسار المختلفه داخل فتح، لانه ما كانش في فتح ولغايه النهارده حد مستعد يقول انا اليمين. فهي تيارات يسار مختلف، وفي مبرر. اليمين واليسار في العرف الماركسي الاقتصادي له علاقه بتملك ادوات الانتاج، وله علاقه بنشوء البرجوازيه والكومبرادور، وله علاقات مش موجوده. انت لا لك كانش وقتها، لا كان عندك ارض، ولا كان عندك ملاك، ولا كان انت كلك تحت الاحتلال وارضك مهدده بالسرقه في الاستيطان يعني. لكن معك حق، كان هناك محاوله خلال السنوات الثلاثه بالذات الاخيره الماضيه، هو التشكيك في شرعية القيادة الفلسطينية لحركة فتح الحالية. أنا مش عايز أتكلم بأسماء، مش عايز أقول أسماء. ولذلك كان مؤتمر حركة فتح قبل شهرين في 29 نوفمبر الماضي، وكان مؤتمر حركة فتح مؤتمر علني مكشوف للعالم. كان فيه 62 وفد أجنبي من 28 دولة، كان فيه 3 وفود مصرية بالمناسبة. وبالتالي هو كان مكشوف للإعلام وللوفود الحزبية المدعوة. كان في إدارة، وكان في لجنة قانونية، وفي لجنة عضوية، وكل الناس اللي كانوا موجودين ما عدا مجموعة صغيرة من ما تسمى بالشخصيات الوطنية الفتحوية الفلسطينية والكفاءات الفلسطينية، الباقي كلهم منتخبين.